بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتحت رعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعدد من سمو الشيوخ والمسؤولين في الدولة، أقيم اليوم حفل تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية العاشر الذي تنظمه الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، احتفاء بأصحاب الإنجازات الرياضية التي تحققت في العام 2015، وذلك على المسرح الوطني التابع لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في العاصمة أبوظبي. وتشمل قائمة المكرمين على 487 رياضيا من 28 اتحادا تمكنوا من تحقيق 454 ميدالية في العام الماضي على مستوى المشاركات العالمية والآسيوية والعربية والخليجية، من بينهم 352 لاعبا ولاعبة و43 مدربا و80 إداريا، ووصل إجمالي مكافأة التكريم إلى أكثر من 20 مليون درهم. وتضمن الحفل عرض فيلم توثيقي يجسد الإنجازات الرياضية الإماراتية إقليميا وقاريا وعالميا، إضافة إلى إعداد كتاب خاص بحفل التكريم التاسع تحت عنوان إنجازات من ذهب، يتضمن معلومات تعريفية ورصد لأسماء اللاعبين واللاعبات أصحاب الإنجازات الرياضية المشاركين في جميع الألعاب لهذا العام، حيث يعد مرجعاً مهماً يوثق الإنجازات التي تحققت من أبناء وبنات الإمارات.